أبناء العصر الإلكتروني يغيرون وجه وسائل الإعلام، والمؤسسات الإخبارية تدفع الثمن. هذا ما توصل إليه معهد رويترز لدراسة الصحافة، وهو مركز أبحاث بجامعة أكسفورد البريطانية يتتبع الاتجاهات الإعلامية كافة. الدراسة سلطت الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه وسائل الإعلام أمام انحسار عدد المشتركين في خدماتها وزحف شركات الترفيه على عالم الأخبار. ففي العصر الإلكتروني الحديث لا ملاذ أمام قطاع الصحافة الذي يعاني من تداعيات انتشار الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والتطبيقات الذكية بوتيرة متسارعة، محدثاً ثورة في عالم توصيل الأخبار للمستهلكين، ومطلقاً رصاصة الرحمة على نماذج أعمال قامت عليها مؤسسات إخبارية عديدة خلال 20 عاماً الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات والاستغناء عن الصحفيين وحصول عمليات استحواذ في هذا القطاع. ولعل أكثر ما يهدد المؤسسات الإخبارية هو انحسار ثقة جمهورها الذي مل من دفع ثمن الأخبار فردياً واتجه نحو شركات التكنولوجيا العملاقة التي تقدم اشتراكاً رقمياً واحداً يتيح الاطلاع على أخبار عدة صحف ومجلات مرموقة مثل خدمة أبل نيوز بلاس. وفي الوقت الذي تتصارع فيه المؤسسات الإخبارية على الإيرادات، فإنها تواجه خطراً متزايداً من مقدمي الخدمات الترفيهية مثل نتفليكس وسبوتيفاي وأبل ميوزك وأمازون برايم، إذ تفضل الأغلبية إنفاق ميزانيتها المحدودة على الأفلام والموسيقى بدلاً من متابعة الأخبار، خصوصاً لدى الفئة العمرية دون سن 45. ولكن من المرجح أن تظل أكثر عمليات تقديم الأخبار التزاماً بالأسس التجارية مجانية للمستهلك النهائي، معتمدة على الإعلانات ذات الربح المنخفض، وتلك سوق تملك فيها المنصات التكنولوجية الكبرى أغلب الأوراق الرابحة، الأمر الذي ينذر باختفاء بعض المؤسسات الإعلامية المشهورة نهائياً عن وجه البصيرة.